السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى العظيم الأسمى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب الرد على سعيد فودة فيما افتراه على الله بقوله أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. وكنا قد وقفنا عند نقل مهم عن أبي بكر الباقلاني، وهو أحد الأئمة الكبار عند الأشاعرة وأحد كبار متقدمي الأشاعرة، لنبين أن هذه العقيدة وأن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه مستوٍ على عرشه كانت مستقرة حتى عند متقدمي هذه الفرق، وأنه يعني لم يكونوا يقولوا بهذه المقولات التي يقول بها المتأخرون والمعاصرون من المنتسبين إليهم. وهذا النقل يعني يكاد يكون صفعة شديدة جدا على وجوه هذه الفرق لم يستطيعوا محوها، رغم محاولة البعض، يعني رغم محاولة الكثير منهم أن يمحوا هذه الصفعة وهذا الكلام المنسوب أو المنقول عن أبي بكر الباقلاني في إثبات علو الله وإثبات صفة الاستواء، لكنهم لم يستطيعوا ذلك. هم حاولوا ذلك على يعني سواء مع أبي بكر الباقلاني أو حتى مع أبي الحسن الأشعري نفسه، حاولوا كثيرا أن يمحوا ما ينسب إليهم من الذي يخالف عقيدة هؤلاء. فلذلك تجدهم دائما إذا وجدوا كتبا لهؤلاء مثلا تخالف مذهبهم وتخالف معتقدهم، فإنهم دائما يقولون أن هذه الكتب مدسوسة عليهم، أو أنها يعني غير صحيحة النسبة إليهم، أو أنها يعني زيد فيها أشياء أو نحو ذلك، فهذه دائما حجتهم، وبهذا تسقط الثقة بكل هذه الكتب، لأن الأمر سيكون راجع إلى الهوى، ما يوافق المعتقد الذي نتبناه ونقول به فنقول أنه من مذهبنا، وما يخالف فنقول لا هذا مدسوس أو هذا مكذوب أو هذا موضوع عليهم أو نحو ذلك، فيعني تسقط الثقة ويرجع الأمر إلى أن كل واحد يعني يفصل لنفسه مذهبا معينا وينسبه إلى من شاء من العلماء، وإذا نقل عن هؤلاء نقولات مخالفة لهذا المذهب يقول هذه ليست من أقواله أو أنها مدسوسة عليه أو منسوبة إليه ونحو ذلك، ونخرج بعد ذلك بمذاهب شتى وأقوال لا حصر لها. هذه المقولة أو هذا الكلام لأبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى من كتابه التمهيد، تمهيد الأوائل، وهو كتاب من أشهر كتب المنسوبة لأبي بكر الباقلاني، وذكر هذا الكلام ضمن فصل في إثبات استواء الله عز وجل على عرشه وعلوه على خلقه، ويعني صدر الباب بهل الله سبحانه وتعالى له مكان، وكان هذا بعد باب عنوانه أيضا في إثبات أن لله عز وجل صفة الوجه واليدين، صفة الوجه واليدين، فهو كان يثبت الصفات الخبرية، وهذا أيضا سنأتي له وسنأتي بالتفصيل في وقت لاحق حول عقيدة أبي بكر الباقلاني، وسواء في الصفات أو الأفعال أو نحو ذلك، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل وعن المخالفة الشديدة والبون الشديد والشاسع بين متقدمي الأشاعرة وبين متأخري، ولكن هذا له وقته، سواء مع أبي الحسن مع أبي بكر الباقلاني أو حتى مع الجويني أو حتى مع ابن فورق والإصفرايني وغيرهم، لأننا هؤلاء هم الذين يعني بني عليهم هذا المذهب، يعني نحن على أصابع اليد الواحدة إذا عددنا أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وابن فورك والإصفرايني، ثم في القرن بعد ذلك القرن الرابع والخامس الجويني والغزالي، القرن الخامس والسادس، نجد أنها خلاص يعني لم يبقى عندنا أحد إلى القرن السادس، هؤلاء هم الأشاعرة، يعني إذا نزعنا هؤلاء الخمسة أو ستة أشخاص فإنه لم يبقى لنا يعني لم يبقى هناك مذهب اسمه الأشاعرة طيلة ستة قرون من عصر الأمة الإسلامية. عموما فعندما نأتي بهذا الكلام عن رجل من أكابرهم، بل هو أكبرهم عموما، لأننا يعني إذا وزننا الناحية العلمية والمنهجية والتأصيلية سنجد أن الباقلاني أصلا أعظم مكانة علمية من أبي الحسن الأشعري نفسه، وهذه المدرسة هي التي تخرج عليها الجويني والغزالي اللذين يعني لولاهما لاندثر هذا المذهب ولما بقي أصلا، يعني لولا الجويني وأن نظام الملك يعني أنشأ له المدرسة النظامية وصار يدرس فيها وصار له طلبة يتلقون منه هذا المذهب، هذا المذهب لما كان بقي أصلا وليس عنده مقومات البقاء، لكن الدولة تبنته في هذا الوقت، وهذا كله طبعا له يعني الكلام الخاص به الذي نأتي إليه. نأتي الآن إلى هذا النص الذي يثبت فيه أبو بكر الباقلاني صفة الاستواء والعلو، ويرد هو طبعا في هذا الكلام يرد على المعتزلة وعلى المخالفين
في مسألة الاستواء والعلو، ويرد على الذين يقولون أن الله في كل مكان. لكن وجدنا أنه استخدمنا نحن كلام الآن في الرد على متأخر الأشعرة الذين نفوا هذه الصفات التي هم كانوا يثبتونها، أقصد متقدمي الأشعرة. طبعا أبو بكر الباقلاني عندما ذكر هذا الكلام في التمهيد، وكان يعني الأئمة الكبار أمثال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من محققي مذهب السلف ومذهب أهل الحديث، كانوا ينقلون عنهم هذه المقولات، ويقولون أن أبا بكر الباقلاني كان يعني صاحب عقيدة قريبة جدا من أهل السنة وقريبة من أهل الحديث، وأنه كان يثبت الصفات الخبرية، وكان يثبت الوجه واليدين، وكان يثبت الاستواء والعلو ونحو ذلك. كان دائما المعاصرون من الأشاعرة والمتأخرون يشنعون أشد التشنيع عليهم، ويقولون أنهم يكذبون على أبي بكر الباقلاني، حتى أنه يعني أخرجوا أكثر من نسخة أو طبعة لكتاب التمهيد، وما كانوا يعني يذكرون هذه الأبواب. الله أعلم إذا كانوا هم يتركونها أو لم تكن هذه النسخ التي حققوا عليها كاملة، لكنهم المقصد أنهم كانوا دائما يتعاملون في نقل ابن تيمية ونقل ابن القيم، ويشنعون عليهم ويقولون أنهم يزعمون هذه الأقوال إلى أبي بكر الباقلاني، رغم أنهم يعني إذا لم يطلعوا على هذا لا ينبغي لهم أبدا أن يشنعوا على إمامين كبيرين مثل هؤلاء، ويعني كأنهم يقولون أنهم يكذبون. هل هؤلاء من الذين يكذبون في النقولات أو يكذبون في حكاية الأقوال والآراء والمذاهب؟ يعني سبحانك هذا بهتان عظيم. فمثلا عندما وجدنا طبعة الخضيري وأبو ريدة عندما طبعوا كتاب تمهيد الأوائل، شنعوا كثيرا على ابن تيمية وعلى ابن القيم، حتى أن لما خرجت الطبعة الكاملة طبعة مكارثي النصراني ووجد فيه هذه الأبواب، يقول لهم يقول ويقول هذا في مقدمة كتاب التمهيد لمكارثي، طبعا التي طبعها مكارثي في صفحة 40 و41، قال ويقول الناشران الفاضلان الخضيري وأبو ريدة: وتبقى أخيرا عدة عناوين نجدها موضع شبهة خطيرة، منها رقم 30 الخاص بالاستواء على العرش. يعني هم يرون أن نسبة هذا الباب إلى أبي بكر الباقلاني هي من زعم ابن تيمية وابن القيم، وهم يكذبون فيها عليهم أو على أبي بكر الباقلاني. يقولون: وقد اختص ابن تيمية الحراني وتلميذه ابن القيم الجوزية هذا الفصل المزعوم من التمهيد بالاقتباس. يعني كأن هؤلاء هم الذين اخترعوا وكذبوا على أبي بكر الباقلاني بنسبة هذه الأبواب إليه، وأنهم يعني زعموها عليه وكذبوها عليه. فيرد هو بعد أن نقل هذا الكلام عنهم، يقول: ثم ينقلان ذلك الاقتباس كما يرد في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، فلا يريدان أن يسلم بصحة ذلك الاقتباس، لأنه ما انظر هنا كيف تعمل العقائد في نسبة الأقوال، ويعني كيف أنها تغير وجهات النظر في المسائل العلمية والتحقيقات، لأنهما يجدان عند تأويل هذا النص معنى نشعر فيه بشيء من التجسيم. يعني لأنه خالف مذهبهم واعتقادهم، وشعروا أن هذا الكلام يفضي إلى التجسيم، فبالتالي شنعوا على ابن تيمية وعلى ابن القيم، وقالوا أنهم يعني يكذبان، أنهما يكذبان على أبي بكر الباقلاني، أو يزعمان عليه شيئا ليس صحيحا يتعارض مع مذهب الباقلاني واتجاهه في التوحيد. فلا انتقد رأي الناشرين إذ بنياه على ما كان لديهما من معلومات، غير أني أرى الآن أن يلزمنا الاعتراف بأن ابن القيم قد أحق فيما نقله من كتاب التمهيد، لأن القارئ سيجد ذلك حرفا بحرف تقريبا في الفقرات كذا وكذا أرقام من طبعته هذه، فضلا عن شهادة الفهرس وتلقين الباء الأقدم زمنا. فهل يوجد في ذلك كما يقول الناشران الكلمة شيء من التجسيم؟ يعني هو الآن يقول لك هذا وجدنا فعلا أنه ثابت عن أبي بكر الباقلاني، فهل فعلا بعد ثبوته عن أبي بكر الباقلاني يكون هذا فيه تجسيما؟ فإن كان فيه تجسيم فنحن الآن نحتاج أن نعيد النظر في الاعتقاد الذي يعتقدونه، أو نعيد النظر في قراءة مذهب الباقلاني، فإما أن نقول بمذهبه، وإما أن نخرجه عن مذهبنا فنقول أنه يعني من المجسمة، أو نقول أن هذا الذي يثبته أهل الحديث ليس تجسيما، فيعني يحتاجون النظر طويلا في هذه المسائل. فيقول
كما يكون شيء من التجسيم يتعارض مع مذهب الباقلاني واتجاهه في التوحيد، أو هل يكون هذا التعارض ظاهرا فقط، أو هل يجب علينا أن نعيد النظر في مذهب الباقلاني؟ على كل أعتقد أن الباقلاني قال ما نسبه إليه ابن تيمية وابن قيم الجوزي. على كل حال هو يعني أن العلماء لم يكذب عليه شيئا، فهم دائما كانوا يحاولون، وطبعا الكوثري كان يشنع كثيرا على ابن تيمية وعلى ابن القيم في هذه المسألة، ويقول أنهم يكذبون في النقل ونقل الأقوال والمذاهب ونحو ذلك، لكن في النهاية يجدون أن هذا الكلام لم يكذب في شيء منه وأنه ثابت عن هؤلاء. فإما أنهم هم الذين يجهلون مذهب أئمتهم، وإما أنهم يعني أكلت الخصومات والخلافات عقولهم وقلوبهم يعني، فدائما كانوا يشنعون عليهم. ثم وجدنا هذا الكلام، طبعا هذا الكلام يحاولون محوه بكل شيء بكل طريق. لماذا؟ لأن هذا هو مذهب أهل الحديث الذي هم يعيشون ويأكلون ويشربون ويعيشون حياتهم كلها حتى يموتوا على مخالفة هذا المذهب ومحاولة إثبات أن هذا تجسيم. فلما عندنا أبو بكر الباقلاني يأتي يقول هذا الكلام، فبالتالي يعني خلاص انتهت قضيتهم الكبرى، انتهت قضيتهم الكبرى. نأتي الآن إلى نص أبو بكر الباقلاني، وقلت لك أنه صدره بقوله هل الله في كل مكان؟ يقول فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان؟ طبعا هذا في طبعة مكارثي في الصفحة 260، في الصفحة 260، وقبلها على طول كلامه عن إثبات صفة الوجه واليدين، وسنأتي هذا في تقرير مذهب أبي بكر الباقلاني في الصفات الخبرية وإثبات الصفات الخبرية. فيقول فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل معاذ الله، بل هو مستوي على العرش. الآن انظر وحاول تتمعن في هذه في هذا الكلام، وتقف مع كلمة كلمة لا تمر عليها كذا. يقول لك هو يسأل الآن عن مسألة المكانية، وهل الله في كل مكان؟ فيقول معاذ الله، بل هو مستو على العرش. فلم ينفي عنه المكانية مطلقا، وسنأتي للكلام ما هو المقصود من إثبات المكان لله وأنه مستوى على العرش، هل هو المكان المخلوق أم ما معنى أصلا المكان؟ هذا سنأتي إلى تحريره إن شاء الله في وقت لاحق. يقول بل هو مستوى على العرش، يعني ما معنى هذا الكلام، ما معنى هذا الجواب منه؟ أنه ليس في كل مكان بل هو مستوى على العرش، افهم أنت. كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، فاستدل مباشرة بالآية على أن الله مستوى على العرش حقيقة. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، وقال آمنتم من في السماء، فحملها على الحقيقة. أهمنتم من في السماء، حملها على الله، لم يحملها على ملائكة الله ولا على أمر الله ولا على غير ذلك من المحامل التي يحملونها. أهمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض ولو كان في كل مكان، يقول ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفمه وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها تعالى عن ذلك. ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها ما لم يكن خلقه، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه لنحو الأرض، يعني إذا كان في كل مكان، وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. يقول انظر إلى هذا الكلام، فإن قالوا أفليس قد قال الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذه التي يستدل بها كثير من يعني المخالفين عندما يلزمون أهل الحديث، فيقول لهم طيب ماذا تقول في هذه الآية؟ الآية واضحة، وهو سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله، يعني مألوه معبود، هو معبود في السماء ومألوه ومعبود في الأرض. هذا الكلام موجود في كتبكم منذ القديم، يعني هل تحتاجون أن نفتح لكم كتبكم حتى تقرؤونها؟ يقول فأخبر أنه في السماء وفي الأرض، وقال إن الله مع الذين اتقوا، إلى بعض الآيات التي توهمها يعني المعية هذه. فيرد عليهم يقول، يقال لهم قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المراد به أنه إله عند أهل السماء وإله عند أهل الأرض، هذا هو. كما تقول العرب فلان نبيل مطاع بالعراق ونبيل مطاع بالحجاز، يعنون بذلك أنه مطاع في المصرين حتى وإن كان هو جالس أو موجود في مصر واحد من هذين المصرين، وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة في نفس الوقت، يعني هذا لا يفهمه الذي يفهم أي شيء عن كلام العرب. ثم رد على باقي الآيات التي توهم مثل ذلك، ثم قال ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه. على من يرد يا إخوة الآن؟ هو على من يرد؟ ما هي للأسف هو في هذا الوقت الذي كتب فيه هذا الكلام هو ما كان يرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة ما كانوا يقولوا بهذا الكلام، كان يرد على الجهمية ممكن، على المعتزلة ممكن، رغم أن المعتزلة ما كانوا يقولوا أن الله في كل مكان، يرد على من؟ الآن
نعم تغير مذهب الأشاعرة وانتحروا هم أو كثير منهم مذهب الجهمية وبعض آراء مذهب المعتزلة، يعني هم خلطوا كثيرا. فهو الآن هذا الكلام صار ردا عليهم، ولا يجوز أن يكون معنى استواؤهم، معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه، لا يجوز هذا المعنى. هو يقول لك لا يجوز هذا المعنى، لماذا؟ طبعا كما قال الشاعر، يعني ذكر ايضا قول الشاعر الذي يستدلون به: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، طبعا بيت الاخطل المشهور. قال علل هذا بعدم، علل عدم الجواز هذا بماذا؟ قال لان الاستيلاء هو القدرة والقهر، هو القدرة والقهر، الاستيلاء هو القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزا مقتدرا. انت الان تقول ثم استوى على العرش، يعني ثم استولى عليه، معنى هذا لازم كلامك انه لم يكن مستولي عليه قبل ذلك، احتاج فتره حتى يستولي عليه، ومن الذي كان ينازعه في ملكه حتى يستولي منه عليه؟ فهو يرد عليك بهذا الكلام، انت هربت من الالزام. هو ظاهر القران يا اخي، ما عليك ان تقول بما قاله الله ورسوله، فهربت من الزامات وهميه في 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 خيالك انت، لتأتي إلى أوهام كاذبة وضلالات وإلزامات أنت تلزم بها ما أنزل الله بها من سلطان، وهي تنافي توحيد الله، تنافي قدرة الله وقوة الله وسلطان الله. يقول لك لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزا مقتدرا. أليس هذا الذي نقوله ودائما نناقشهم به فيسخرون منه؟ هذا كلام أئمتكم. ويقول وقوله ثم استوى على العرش يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، لأن ثم تفيد التعاقب مع التراخي، التعقيب مع التراخي، فتفيد أن هذا الأمر لم يكن ثم كان، يعني لم يكن مستويا ثم استوى. هذا نص الآية لا نقول ظاهرها. فبالتالي هو يقول يقتضي هذه الآية تقتضي ماذا؟ استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن. فهل الله سبحانه وتعالى كان أحد ينازعه عرشه وأنه لم يكن مستوليا عليه ثم استولى عليه؟ فقال فبطل ما قالوه، فبطل ما قالوه، وطبعا يعني يبطل أقوال هؤلاء الذين كانوا في هذا الوقت ينازعونه في هذه المسألة. لا يدري أن هذا القول سنتخذ الآن لنرد على المنتسبين إليهم من المتأخرين والمعاصرين الذين لم يحققوا مذهبهم فضلا عن مذاهب غيرهم. فبالتالي وجدنا أن حتى مذهب الأشاعرة نفسه لم يكن متقدم الأشاعرة كما يعني كالمعتقد الذي عليه متأخري ومعاصري الأشعار. وجدنا بونا شاسعا بين المذهبين أو العقيدتين، وإن شاء الله يعني نستمر في بيان هذا للناس، لعل الله عز وجل يهدي به من يشاء من عباده، ولعلهم يستفيقوا ويبدأوا ينظروا في عقيدة أئمتهم ويراجعوا الكتب القديمة، بدلا من أن يعني يطيعوا مشايخهم في كل شيء، فإن قالوا له هذا الكتاب منحول، هذا الكتاب مكذوب، هذا مدسوس، هذا كذا، يعني يبصمون خلفهم. لا، ابدأ افتح كتب أئمتك وابدأ انظر في الكتب المتقدمين، انظر في عقيدة أبي الحسن الحقيقية، انظر في عقيدة الباقلاني الحقيقية، شوف المراحل التي مر بها الجويني والغزالي، ثم بعد ذلك أصلا ضع كل هذا خلف ظهرك وارجع إلى عقيدة أهل الحديث، عقيدة الأئمة الذين كانوا، يعني هل تترك عقيدة مالك والشافعي وأحمد والدارمي والترمذي وغيرهم من الأئمة الذين كتبوا، وابن خزيمة من الذين كتبوا العقائد في القرون الأولى، ثم تأتي إلى الذين يعني تمرحلوا في حياتهم من الاعتزال إلى التجهم إلى الأشاعرة إلى كذا، كل يعني يوم بعقيدة شكل، فتترك كل هؤلاء الأئمة وتأخذ عقيدتك من هؤلاء، يعني نعيدك بالله من ذلك. ثم ارجع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وابدأ افهمها بشكل آخر، وابدأ خذها على محملها العادي الطبيعي الذي يفهمه به كل مسلم وكل عربي، بعيدا عن يعني ترهات الفلاسفة وترهات المتكلمين ويعني تنقيرهم ومحاولة تغيير المعاني التي تكون على ظاهرها ومحاولة اللف حولها، وكل هذه الأمور ستبدأ تتضح يعني أمامك شكل آخر للرؤية العقدية الإسلامية. وبإذن الله تعالى المرة القادمة نبدأ مع المقدمة الثانية من الكتاب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.